فاجئوا لأن برنامج ما وراء الجدران متوقفش هاد الطائفة فقط باش نسمعوا صوتكم أوجاعكم أحلامكم كذلك وحتى أفراحكم. تعرف الأم والوالد لكن هاد الأخير رفض أنه يسجلها باسمه. ضيعوا لي حياتي، ما دخلت نقرا ما والو، ما ربيني غير الجيران، تربيت من دار لدار. انتي الآن المصير تاعك في يد باباك ويماك. سهام تعرفها بنتك؟ لا شي بنتي هاني ما عنديش 3 ايام اللي كنت نهضر معها في التليفون. راك تسمع فيها سي نور الدين؟ عندها سوابق هذيك مشاكل هذيك، ماشي ناس تاع اللي يحشموا ويشطوا، تعيوا في وقتكم باطل مع هذيك. عليك ان تتقي الله وعليك ان تعرف ماذا يخرج من راسك وماذا تقول. تزوجتي واسستي عائله، طحتي كذلك في هذا الزوج اللي نقولوا انه ظلمك ربما. خرج للبالكون شراب ومشى على اللغنة ويبقى يعيط. يعني من صغرها تربات بهذا الوضع، تخيل انت كما يقولوا الغريق في الرغواي يشد. انا نقول له كل عليك ربي باسكو انا بيه تحقر. اليوم الحمد لله بعد مرورها معنا في البرنامج، الوزارة الوصية دخلت وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية الهيبة اللي تمكنت من تحقيق حلمها وفازت بشهادة البكالوريا. يعني الحمد لله ملي جزنا في البرنامج يعني تفتحت لنا ابواب ما كنتش نستنى حتى تلمع، ما كنتش نستنى حتى بكيت، ما مولفان بكي مزعف هذاك النهار، بكيت من الفرحه. يعني كانت كل الانسان يفرح لما يعطوه حقه، يصدم ماشي يفرح فقط. نقول لك بانه صعب جدا انك تحلم، ولكن الاصعب انك تحقق هذا الحلم. نشكر الوالديه، هما اللي كانوا واقفين معايا كاع حياتي من الاول، باسكو كنمشي على جالهم ما نقدرش نوصل. عدد جديد من برنامج ما وراء الجدران تتابعونه سهرة الأربعاء على 9:30.